من جديد برحب بحضراتكم مشاهدي الكرام، ولسه مكملين سهرتنا النهارده في ليله جديده من ليالي رمضان. وطبعا الاحتفاء بهذه الليالي لازم ان يكون موجود معنا قامه فنيه جميله زي الموسيقار الجميل الاستاذ خليل ابو زيد. برحب بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ خليل. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وانت طيب والقناه بخير وسعاده، وكل المصريين وكل العرب بكل خير وسعاده يا رب. رمضان كريم على حضرتك وعلينا جميعا على الامه الاسلاميه في جميع بقاع الارض. اخبار رمضان مع حضرتك ايه السنه دي يا فندم؟ الحمد لله والله تمام قوي زي الفل. الحمد لله تمام قوي. لغايه دلوقتي والله. ان شاء الله لحد الباقي ما تبقى من هذه الايام، ان شاء الله هذا الشهر المبارك كلها خير باذن الله. الله يخليك، العباده بقى والحاجات الحلوه طبعا طبعا. اختلاف رمضان عن زمان من وجهه نظر حضرتك اختلف فيه يا استاذ خالد؟ والله اشوف في مثل قديم قوي بيقول لك كل وقت وله اداء. والله صح كده، صحيح صحيح. زمان واحنا يعني اطفال صغيره كان رمضان بيختلف عن دلوقتي. صحيح، يعني كانت المباهج بتاعته كانت محدوده. صحيح، بس كانت بتفرحنا علشان ما فيش هي ليس في الامكان ابدع من ايه من مكان. النهارده طبعا اختلف رمضان في حاجات كتير. اختلف حاجات كتير جدا 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 جدا. اختلف في ان الناس انشغلت كتير قوي. صحيح، واخد بال حضرتك. بس بتمنى ان هم يعني 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 رغم يعني رغم اللي حصل ده والتكدس في الناس والزحمه، بس انا برضو بشوف في مازال الخير موجود في مصر. اكيد طبعا، والله دي حاجه اساسيه وقاعده رئيسيه للحياه في شهر رمضان المبارك. يعني بشوف الطفل قبل الشاب بيخش الجامع علشان يصلي. صحيح، دي حاجه مبشره بالخير. ما شاء الله. اما من جهه المباهج اختلفت. الزينه اختلفت. صحيح، الزينه كانت عباره عن ورق، دلوقتي بقت انوار زي حضرتك، حاجات جميله. اجمل ما في الورق هو اللمه في صناعه الزينه بنفسها، صناعه الزينه، كل شارع كده يتجمعوا ويتشاركوا ويعملوا الزينه بتاعه زمان دي اللي من الورق بتاع الكراسي القديمه بتاعه المذاكره، حاجات الحقيقه ما الواحد ما ينفعش ينساها. صحيح. والدقيق اللي بيعملوه بالعجين كده بيه الحاجات النشا والحاجات دي. صحيح، حاجه السلم والشاكوش والمصابير ويشد الفرع ده ويعمل ده. وكان بقى ما كانش فيه كهرباء بقى يعني كتيرة، فكان ابو مين بقى اللي يعمل كلوبين ثلاثه كده بالجاز، كلوب كبير كده او فانوس كده وفي شمعة مثلا كبيره او لمبه بعد كده. صحيح، الفانوس كان بيتقد بايه؟ بلمبه جاز. صحيح، يعني مظاهر الاحتفال بتاعه رمضان هي موجوده وراسخه، بس مع التطور بتختلف شويه. اختلفت مع التطور. بس في حاجات اختلفت معاها برضه. صحيح، في حاجات اختلفت معاها، يعني في حاجات تانية اختلفت معاها. صحيح، زي عادات برضو وتقاليد اختلفت شوية. في عادات يعني اللمة برضو اختلفت شوية، زي يعني زمان كان ممكن كل الناس في شهر رمضان لازم يتجمعوا طوال أيام شهر رمضان، دلوقتي مرة في أول رمضان أو في منتصف رمضان أو آخر. بالظبط، في حاجة كمان حضرتك، كحك العيد، أنت ناسي كحك العيد؟ احنا داخلين كحك العيد واللمة بتاع كحك العيد داخلين إن شاء الله، كان كل بيت بيعمله ودلوقتي الناس بتشتريه. يعني كنت تلاقي لمة الجيران وجيران الجيران قاعدين، الفرن البلدي. ايوه، او ما هو اللي كان موجود بقى بالنسبه للارياف وكده، حتى لو ما فيش فرن كنا نشيل الصواني نوديها للفرن، نوديها للطوابين او حاجات طابونه تطيب الايه البسكوت والكحك والمنين والحاجات الجميله دي. صحيح، النهارده في ناس يعني يقول لك انا هحوش نفسي ليه، شريت العبد ولا ايه ولا تربيته، روح اشتري الحاجه جاهزه وما يتعبش. الحاجه جاهزه، رغم اجمل حاجه في عمل الحاجه نفسها، في عمل الحاجه. والله العظيم انك انت تقعد وتتعب فيها. صحيح، يبقى لها لذه. دي حقيقه والله، حاجه جميله. حتى الفن على المستوى الفني زمان في اغاني راسخه في اذهاننا، لو ما سمعناهاش ما بنشعرش حتى برونق رمضان. اغنيه اهل رمضان، مرحب شهر الصوم مرحب. الفن الابداعي ده اللي هو ما زال موجود دلوقتي، وده اللي هو يعني بنستقبل بيه شهر رمضان. صح كده. شوف هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا يعني انا عايز يعني انصح الجهات المختصه بالنسبه للانتاج الفني، شركات الاذاعه التلفزيون، ان هم يعني يهتموا بالاغنيه الدينيه. صحيح، الاغنيه الدينيه. احنا عندنا اغاني وطنيه، اي نعم، وعندنا اغاني دينيه، يعني بس الاغاني الدينيه بتتقال في مناسبات بس. صحيح. طب ليه مثلا مش لازم حقول رمضان، يعني يعني مثلا رمضان في شهر رمضان انا معي. أيوة. لكن في حاجات تانية ارشاديه. صحيح، ترشد الشباب للدين. صحيح، للتقوى. للصلاه. صحيح، للعباده.
أنا كنت أستاذ مدرس تربية موسيقية في معهد معلمين. نعم. معهد الكبرى المعلمين. ما شاء الله. فكان عندي الطلبة اللي هم أساتذة دلوقتي طلعوا نظار ومديرين. نعم. على المعاش. كان إيه أقول له؟ إني تعلمت الصلاة. يعني حاجة نشيد إيه اسمه إني تعلمت الصلاة. نعم. واخد بال حضرتك؟ صلي وأعبد ربك، ذاكر دايما صحيح. درسك، العب، امرح، غني. صحيح. لا 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 أو حاجة زي حاجات كده. ده يعني الفن الهادف اللي احنا محتاجينه للحياه بشكل كبير للاطفال يعني. في ابتدائي الاناشيد عايزين الحاجات دي. صحيح. يعني فكرونا بالحاجات الجميله. احنا عايزين نستغل وجود الموسيقار الجميل الاستاذ خالد ابو زيد معانا ونرفع شعار كده، قليل من الكلام كثير من الفن الهادف. هو انا والله انا يحضرني. نعم. والحمد لله انا يعني ايه سعيد جدا بلقائي بالشاعر شعبان صقر. نعم. عملت له حاجات كتير يمكن في الثورة اللي فاتت دي برضو. كويس. ثورة يونيو. الثورة اللي فاتت 13 دي اللي اخد بال حضرتك اللي كان الإرهاب خد حده فيها قوي. انا ما جرحتش حد بصراحة لأننا كلنا المصريين. فأنا قلت ايه قلت له حاجات جميلة قوي تحبب المصريين في بعضهم. حلو جدا. بين رمضان شهر الانتصارات فنسمع حاجة بالزبط. بقى بالظبط فيها انتصارات وبهجة كده. وفي حاجة ان شاء الله بقى سمعها لحضرتك اكيد لفنان اخر برضو. لا احنا نستغلك اجمل استغلال النهاردة. لا تحت امرك. قوي قوي قوي. اتفضل. عفوا بس الكلام اللي انا ملحنها مفيش يومين. ما شاء الله. طبعا. والله. هي دو مجير. مش هتعلمني على العود ده؟ نعم. مش هتعلمني على العود؟ لا يا خبر ابيض. حبيبي. الله يعزك. لا تحت امرك. انت انسان فاضل من يومك. الله يبارك في حضرتك. الله يا ليلة القد الله
تسبح لحد الفجر. الله الله يا ليلة الفجر. الله تسبح لحد الفجر. الله ملايكة بين الدور. الله ليلة وغمرها النور. الله ملايكة بين الدور. الله ليلة وغمرها النور. عذوبة المنشاوي جواهر الشراوي. عذوبة المنشاوي جواهر الشراوي. وفرحة الإفطار هتقر الرقاب من نار. وفرحة الإفطار هتقر الرقاب من نار. هل دلالك يا رمضان يا رمضان. الله الله الله، ايه الجمال ده، ما شاء الله عليك استاذ خليل، ما شاء الله. كلمات جميله من الاستاذ شعبان وتلحين رائع من الموسيقار الجميل استاذ خليل. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. الحقيقه فعلا زي ما حضرتك قلت، محتاجين تكثيف من الاغنيه الدينيه اللي بتوعي فعلا بالمبادئ والاخلاقيات اللي ارسلتها الاديان السماويه. وده فعلا ده الرساله الصادقه من الفن الهادف. يعني رسالة حضرتك إيه للشباب الفنانين اللي هم بيستسهلوا، اللي هم بيحاولوا يلجأوا لأي مخرج بس للشهرة عشان يقدموا لنفسهم بغض النظر عن نوع الفن اللي هم بيقدموه؟ وأنا عارف تحديات كثيرة جدا جدا، فحضرتك كموسيقار جميل تنصح شباب الفنانين بإيه خاصة في هذه التوقيتات؟ جميل جدا. اتفضل. بقول لهم ربنا معاكم، وأنا يعني عايز أقول إن من تعلم لغة قوم أمن شره. بدليل ايه؟ يعني انا الموهبه لوحدها لا تكفي، لازم تثقل بالدراسه. صحيح. والدراسه دي تيجي ازاي؟ يا اما في معاهد خاصه. ما هو في ناس مثلا تعدت سن القانون هيخشوا يقدموا باعداديه في الكونسرفتوار ولا في الثانويه العامه كليه التربيه الموسيقيه ولا معهد عام موسيقى عربيه. لا صحيح. في معاهد خاصه توفر دورات تدريبيه وتاهيليه يعني، وفي اساتذه لتعليم المقامات يعني، واخد بال حضرتك، ويعني المفروض ياخدوا دورات مكثفه في دراسه المقامات الموسيقي علشان يبقى عندهم وعي موسيقي. هو بيغني بيقول ايه؟ انا مش صوتي حلو كده وخلاص، انا وانا صغير كنت بغني موسيقى جدا من اعدادي، ما لقيتش فرصه ان انا اظهر حتى في ثانوي الا الحفلات اللي كانت بتعملها المدرسه في نهايه العام الدراسي. فكانوا بيجيبوا فرق كبيرة وعشان يعمل حفلة كبيرة، أعمل معهم بروفات وأطلع أغني الفريد لعب حليل مش عارف. فلما دخلت معهد الموسيقى الدراسة أثقلتني، لقيت عندي موهبة الألحان. لما قعدت أنا مع الصنباطي رحمة الله عليه وأنا في سنة أولى في المعهد، واتكلمت الكلام ده في قنوات كتير يعني، فالراجل ده راجل عظيم جدا، وأداني الثقة بإن أنا أبقى ملح بصراحة. أنا كنت بتحارب من الإخوة العرب اللي كانوا بيدرسوا معايا، كان معايا ناس من البحرين ومن الكويت ومن هنا ومن هنا في معهد الموسيقى العربيه. فاحباط بقى، هم قاعدين يبقوا هم الفت هم. فانا ما سمعته مره لحن من الالحان، قال لي لا ده انت هتبقى ملحن ايه عظيم ومنظر على ضرب وصل، بس اوعى تطلب مني انا اقف جنبك لان انت اللي هتسال نفسك بسرعه. فطبعا الحمد لله لازم الدراسه. انا اقول لهم يا جماعه يعني العمليه مش لان انتوا بتغنوا في قماشه واحده. صحيح. بتغنوا في مقام واحد. صحيح. المقام اللي انتوا بتغنوه مقام غربي وهو الكرد او النهاوند. الكرد طبعا الناس هم عارفين الكرد او النهاوند، والناس اللي بيعملوا الالحان ما تطلعوهم، ما تغنوهم يغنوا مره بياتي، يغنوا مره مثلا سيكا، يغنوا يعني راست، يغنوا عراق، يغنوا حاجات الموسيقى العربيه. صحيح. فيها يعني فيها حاجات كتير جدا جدا. صحيح. جدا. عايز اتكلم برضو عن الالات اللي هي بدات شويه، مش هقول ان هي يعني يتجاهلوها شويه في الاغاني او في الاعمال الفنيه، ولكن الالات المستحدثه اللي هي طغت شويه مثلا على العود اللي زي ده، راي حضرتك وجهه نظر حضرتك كموسيقار في هذا الامر؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه، انا بصراحه
يمكن عايز اقول ان هم بدوا يهتموا بالعود شويه دلوقتي. العود تراث، بدوا يهتموا حاجه صحيحه راسخه في الفن الاصيل، بدوا يهتموا بيه. وفي مدارس ليه موجوده حاليا دلوقتي كويس، بيعلموا عاشقين العود اللي عايز بيعلموا الموسيقى. تمام. الاخ لم يحضرني اسمه اللي هو العراقي وعامل بيت العود ما شاء الله. تمام. من احد الناس اللي هم بيدربوا بيدرسوا للعود. كويس جدا، بيت العود. تمام. بس انا انصح اللي هم متخرجين من بيت العود، هو بيعزف بالتقنيه الحديثه الحديثه. العود لو عازف حاجات غير التقنيه بتاعته اللي الموجود لها مش هيبقى عود. خد بال حضرتك. صحيح. يعني العود فيه زغمات وفيه نغمات بتطلع كده بالايد، يعني المفروض تطلع. يعني العود مش تكنيكه بس، مش عباره تكنيك سلم وطلع سلم نازله بالسرعه لا، العود ما هو الا بيخاطب الوجدان. طب ما تيجي نجرب نطبق عملي. قوي قوي. استعين بحضرتك لو قول لي مسكته كده صح؟ ايدك في الاخر خالص كده. ايوه ايوه كده كده صح؟ الريشه داخل كده. ايوه. تمام. طيب انا سنتي. اللي هو ده، خلي العود في الجزء اليمين كله ده كده كده. لا اليمين. تمام. تحت يعني حضنه. لا ايدك دي ورا. تمام. حضنه كده. حضنه. تمام. ده بقى في المستوى كده الافقي. يعني ده يبقى مستوى افقي كده. تمام. ايدك دي جنبك كده اللي هي دي. كويس. وبعدين بنبدا طبعا بنتدرب على ايه الاول؟ بنتدرب على الريشه اللي هي دي هتطلع الصوت. زي كمان بتضرب على الاسم. الريشه دي صده رده. بتصد وترد تاني، ليها تكنيك معين. واخد بالك؟ اي واحد بيجيني يتعلم العود لازم لازم ايديه تمشي على الريشه. تمام. صعودا وهبوطا، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، كل وتر. لا كل وتر. كل وتر؟ الوتر هنا باثنين. فإذا دي مشيت وعملت التكنيك الجميل ده، بنيجي هنا بقى بنحفظ اسامي الاوتار. تمام. بنحفظ اسامي الاوتار. هما كام وتر؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. السادس ده بيبقى زيادة شوية، بيوفر على الإيد هنا شوية. تمام. مننا كبرنا في السن بقى يعني العافية بيه. ربنا يديك الصحة. يعني بنعزف كل حاجة بس إيه بيريحنا شوية. تمام. كل صباع على وتر. شوف حضرتك، هو سول لا ري سول دو، الأسامي من فوق. سول لا ري سول دو. تمام. من القرار اللي هو الضغط للجواب. تمام. صوت الحد. الإيد هنا لازم تكون في الآخر كده. يعني كده؟ آخر كده. بالظبط. الصباع ده واقف كده في نهاية البنجة ده اللي هو بالظبط كده. تمام. والإيد بقى جاي بأفقي كده. كده. جاي مستوى افقي. تمام. لا يعني ده معلش كده الايد تبقى كده. تمام. وما تنزل. حضرتك محترفين بقى ده درس عملي على الهواء. طبعا طبعا. هنا بنحفظ بقى اسماء الاوتار. وبنيجي بقى للسلم الموسيقي. المقامات، مقام الرد بيبدا دو وينتهي دو. مقام البيات بيبدا ري وينتهي ري. السيكا بتبدا مي وتنتهي مي، هي والهزام. العجم بيبدا سي وينتهي سي، وفي دو ماجير من الدو للدو. والحجاز ممكن تعمل حجاز على الري وينتهي ري، وممكن يتعمل على الله، وممكن يتعمل على الصول. الحجاز حلو. لا ده انا هفاجئك، ممكن الحن عادي. قوي قوي قوي. ليه لا؟ ما شاء الله. لا هو جميل والله. حاجه رائعه بجد والله. ما شاء الله. انا يعني حضرتك بتمنى، انا كنت اخش زمان الاماكن الفاخره عند اغلب قرايبنا او الناس الكبار، يعني ايام بقى عبد الوهاب القديم وايام احمد شوقي والشعراء والناس الكبار دول، الاقي ايه عندهم عود طبعا. والبيانو يقول لي مثلا والله ده كان فلان جدنا كان بيعزف، والبيانو صحيح كان في كل بيت. النهارده كان في كل بيت. يعني انا والدي بيحب الكمانجه قوي، وعنده كمانجه جميله وعازف كمانجه. لا ده فنيه ما تقلقش. جميله. والله جميل جدا. الله يعزك. وانا خلي استاذ شفيق كامل كان غاوي العود ما شاء الله. كان غاوي العود ده. لا هو الالات الموسيقيه الحقيقه، وكمان اللي ليها تراث واللي جسدتها صريحه، يعني الاعمال الفنيه والدراميه. يعني ارجع كده بالذاكره افلام فريد الاطرش. بالظبط. افلام عبد الحليم حافظ. بالظبط. دايما كانوا يعني يرسخوا للالات الموسيقيه الجميله. يعني تلاقي فن اصيل، الات اصيله كمان. أيوة. صوت عزب. الحاجات الجميله دي محتاجين نعيدها تاني يا استاذ خليل ان شاء الله. وعلى فكره هو الالات الغربيه، واخد بال حضرتك، الالات الغربيه يعني بدات تندثر شويه بقى. احنا بدانا نخش على الشرقيه. بس بدانا نخش على الشرقيه في ايه بقى؟
في الأغاني الشعبية. جميلة جدا. أنا أحيي المطربين الشعبيين اللي هم مين؟ أيوه اللي هم أيوه بيقولوا أيوة. الأغنية الهادفة اللي كلامها أيوة. جميل ولحنها أجمل. قلب وقف صراحة. لا والله لا 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 ده في ناس لأن للأسف الفئة التانية دي صعبة يعني شاركت في هدم التراث الفني. أنا مش للأسف والطرب الأصيل. بس هقول لهم رأفة ورحمة بالموسيقى. إن كان لكم حاجة غير الموسيقى يا جماعة سيبوا الموسيقى في حالها. صحيح. يعني والله حرام يعني. تعال بقى نسمعهم الموسيقى على أصولها. ونعرفهم الفن على أصوله. الفن الجميل ده. أنا عندي دعاء بتاع الأستاذ شعبان صقر. حلو جدا. اللي هو قال الأغنية اللي فاتت كلمات الأستاذ شعبان صقر. كويس تمام يا فندم. اتفضل. وفي أغنية دينية برضو تمام حضرتك على رمضان إن شاء الله. حلو كويس جدا. اتفضل فندم. جمال ده ما شاء الله. انتوا عاملين ميكس جامد حضرتك والاستاذ شعبان صقر. عادي انا مقتنع بيه بصراحه. هي لا هو شاعر جميل ما شاء الله عليه. وكان في واحد برضه توفاه الله. نعم. شاعر مصطفى نضرين عامل له صحيح حاجه على رمضان واكتوبر. حلو. فهو كان يعني لامس فيها نصر اكتوبر. صحيح. وعامل حاجات فيها جميله وان شاء الله هسمعها. حضرتك قلت لي هتسمعنا حاجه على رمضان. يلا بينا. سمع يلا رمضان. بينا يلا بينا. بقول ايد الفوانيس يا اولادي. الله. انا انتجتها للتلفزيون يعني. كويس جدا ما شاء الله. قناة ستة يعني ان شاء الله هيزوها باذن الله. ان شاء الله باذن الله. Yes.
ايده البدر وجانا معيده، ويا ريت رمضان بعد ما يخلص نرجع يا ولاد تاني نعيده، ايده الفوانيس لولاد ايده يا ولاد رمضان النور جانا وجميع الخلان ويانا، يا ولاد رمضان بالنور جانا وجميع الخلان ويانا، وبعودة يا شهر الصوم واحنا ايد واحدة والمولى معانا، وبعودة يا شهر الصوم واحنا ايد واحدة والمولى معانا، بالسلم بدينا ونادينا بالسلم بدينا ونادينا، والنصر موافق مواعيده ايد الفوانيس يا ولاد ايده، ايد الفوانيس يا ولاد ايده البدر وجانا مواعيده، ويا ريت رمضان بعد ما يخلص نرجع يا ولاد تاني نعيد، ايد الفوانيس يا ولاد ايده، ايد الفوانيس يا ولاد ايده، ايد الفوانيس وامشوا جماعة بالصلاة والصبر وبالطاعة، ايد الفوانيس وامشوا جماعة بالصلاة والصبر وبالطاعة، ده الخير في بلدنا كتير خالص عايشين في سعادة وقناعة، ده الخير في بلدنا كتير خالص عايشين في سعادة وقناعة، خلينا القعدة حبايبنا بنحب السلم وبنريده، ايد الفوانيس يا ولاد ايده، ايد الفوانيس يا ولاد ايده. الله الله الله، امتعتنا نورتنا، حاجه رائعه، فن اصيل فعلا، محتاجين ان احنا نسمعه خاصه في الايام دي. شكرا جدا استاذ خالد الجميل، استاذ خالد ابو زيد، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم على حضرتك والاسره الكريمه، ودايما كده تنورنا ان شاء الله باذن الرحمن في كل خير، كل سنه وانتم طيبين، الامه الاسلاميه بخير وسعاده، الله يحفظك استاذ خالد كده، يعود على امه الاسلام بكل خير وكل سعاده يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب، ارحم رمضان وارحم موتانا، اللهم امين الصالحين، كل سنه وحضرتك طيب، الف شكر لحضرتك استاذ خالد. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام ليلتنا النهارده من ليالي رمضان، انتظرونا بعد الفاصل.